استقبل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية السيد عثمان البلبيسي المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة وتم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون بين وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة وتعزيز الشراكة مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسبل الاستفادة من الخبرات المتبادلة والتنسيق المشترك تجاه القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.